هذه من وزارة النفط. هنا أنا هل وزارة النفط عندما تتعاقد مع هذه الشركة الإي إن آي، هل قبل العقد تخاطب دائرة الألغام تقول لهم هل لديكم الإمكانية على منح شهادات الإطلاق وخلو هذه الأرض من الألغام خلال مدة 15 يوم لو ما تقدرون، لو تتعاقد وتدزلهم؟ لا لا، بالتأكيد المسألة التعاقدية خاصة بوزارة النفط. هذه الشركات حقيقة هي مستثمرة للحقول النفطية، هذه الشركات اللي ذكرتها جنابك هي مستثمرة للحقول النفطية. أنا أعرف مستثمر الحقول النفطية. نعم. لكن يؤخذ رأي دائرة الألغام أنه هذا الكيلو أو الكيلوين أو الدونم أو الدونمين عندكم قدرة جهد الوطني أو شركاتكم عندها القدرة بإنجازه خلال 15 يوم ولا لا؟ هي الشركة تطلب من ذلك، هي الشركة، الشركة هاي الشركات اللي ذكرتها جنابك الكريم هي ما تشتغل إذا ما تأخذ شهادة إطلاق أرض إنه خلوا هذه الأرض من الألغام. هي هذا العقد الآن. شنو الفساد اللي صار بي؟ اللي فساد اللي بي أنه هذا مو فساد اللي بي أنه هذا هو هدر للمال العام، لأن هذه الفلوس دفعت من قبل شركة نفط الجنوب لهذه الشركات. عندك رقم ايش قد دفعت عن التأخير؟ حاط لك يا مفاجأة. لا خليني ويا المفاجآت، أنا أحب المفاجآت. أي أي. الآن ايش قد شركة نفط الجنوب تحملت على هذا العقد؟ تحملت على هذا العقد؟ أي بسبب التلكؤ في التنفيذ. اللي هو هذا الكتاب حقيقة اللي هو أخذوا لي إياه على الشاشة الشباب، صادر من وزارة النفط الدائرة الإدارية والمالية تاريخه جديد اللي هو 2019/10/13/10/2019 جديد، يعني ما صار له شهرين. أي بالضبط أحسنت. اللي هو بموجب إلى وزارة الصحة والبيئة دائرة شؤون الألغام مركز الجنوب لشؤون الألغام. طيب. مركزنا التابع لدائرتنا. إعلان التحقيق المرقم 2176، هذا معناته أكو تحقيق صار بالأمر، يعني مو تحقيق من قبل وزارة النفط. يطلب بي نردو ملاحظة ما ورد فيه وإجراء اللازم من قبلكم بخصوص تسديد مبلغ النهائي للغرامات التأخيرية والبالغة 22,850,000 و480 دولار. أي ما يقارب عن حقيقة طرحتها على السوق 30 مليار عراقي. كمل وثيقتك. هذه 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 يجب الآن تسديدها لوزارة النفط لأنه هذه دفعت هذه إلى شركة ENI، دفعت لهذه الشركات اللي عليها اللي سببها غرامات تأخيرية. دفعنا 22 مليون دولار غرامات تأخيرية لأنه ما انمسحت الأرض ضمن المدة المقررة بموجب العقد وصار تأخير مع هذه الشركة. نعم. بعد هنا أنا حقيقة عندي وثيقة أخرى اللي هي شوية تكون تكاد تضاهي المشكلة بهذه الوثيقة. أي. شركة لوك أويل أيضا من المتضررة بجراء هذه الشركة جولات التراخيص النفطية. وهذه أيضا الكتاب حقيقة مختصر لك الموضوع. بلغت مجموع الخسائر الناتجة عن وقف أعمال الإزالة وبشكل فعلي مبلغ 320 مليون دولار، وحسب مرتب شركة برسالة شركة لوك أويل أيضا هذه معنوا من وزارة النفط إلى دائرة شؤون الألغام. الموضوع حق للغرب القرن اثنين. هذه شركة نفط الجنوب. شركة نفط الجنوب نعم. وهذا حق للغرب القرن. غرب القرن نعم. أي كمل. هنا بعد هال شافوا الدائرة لم تستجيب ولن تستجيب لهذه النداءات، صار النداء أعلى، قاموا يخاطبون الوكيل الفني للوزارة، يعني هذه وزارة النفط تخاطب الوكيل الفني على هذه المواقع. ففعلا فعلا وجهوا كتاب للسيد الوكيل الفني محطة كهرباء موقع الزبير، أيضا قالوا له إنه يابا إنه شركة نفط الجنوب تتحمل غرامات تأخيرية مقدارها 500,000 دولار يوميا ولغاية تاريخه. راجين تفضوا بالاطلاع والتأكيد على دائرة شؤون الألغام بالإسراع، هو كلها الموضوع يبدأ التأخير اللي قاعد يصير، أيضا التأكيد بالإسراع بتزويدنا بالشهادات وإنجاز الأعمال ذات الأولوية بالنسبة إلى الحقول النفطية المستثمرة وإلى أهمية قصوى لتزويدنا بشهادات الإطلاق وخلو الأرض. هنا التأخير قاعد يصير بأسرع وقت حال إنجاز أعمال المسح والإزالة حفاظا على الأموال التي تهدر حاليا بسبب الغرامات المذكورة، يعني تأكيد على أن هناك أموال جاء تهدر زين اللي ذكرتها الجنامك. هنا أيضا كتاب آخر معنوي إلى هذا حق
محطة كهرباء على الشاشة. نعم وياك. نعم هنا أنا حقي محطة كهرباء الزبير في حق للزبير النفطي، هذا موضوع آخر يعني موضوع، بس أيضا بغرامات بينما أنا الدائرة دائرة الدراسات والتخطيط تشرح إلى وزارة تقول إنه دائرتكم هي الجهة المسؤولة. هاي أيضا النفط تخاطب. تخاطب. دار شو للغاية؟ نعم. شو وقت التاريخ هذا؟ 2014 شهر 11 2014. تقول إنه دائرتكم يا ألغام هي المسؤولة حصرا عن موضوع الألغام، وهي الجهة المشرفة على جميع الأعمال المنفذة بالجهد الوطني. هي أعمال المسح والإزالة والسيطرة النووية، يعني أنتم مكلفين بهذا الأمر من خلال لجان والإشراف والمتابعة. إن فشل بهذا الحقل، إن فشل أعمال السيطرة النوعية للموقع لموقع الجزء الأخير من المنطقة الثالثة أكثر من مرة، يعني فشلوا بالإزالة، فشلوا بالإزالة أدى إلى تأخر إنجاز الأعمال الخاصة بالمحطة أعلاه، يعني محطة واقفة كلها من وراء فشل الإزالة ما تدارها، اللي أيضا يسبب أيضا غرامات تأخيرية على هذا الأمر.